العالم في دقيقة. في المغرب، المكتب المركزي للأبحاث القضائية يتمكن من توقيف 3 أشخاص موالين لتنظيم داعش للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ عدة مشاريع إرهابية. في لبنان، سقوط قتلى وجرحى إثر انفجارات متزامنة لأجهزة اتصال يحملها عناصر من حزب الله في مناطق مختلفة من البلاد. في غزة، الغارات متواصلة على مناطق متفرقة في القطاع، والدفاع المدني يعلن سقوط قتلى وجرحى في غارة على مدرسة تؤوي نازحين في الشمال. في مالي، الجيش يعلن أن الوضع تحت السيطرة بعد هجوم مجموعة إرهابية على مدرسة للدرك في العاصمة باماكو. أوكرانيا تقول إنها ضربت مستودعا روسيا للذخيرة في منطقة حدودية، فيما تؤكد روسيا أن قواتها تحقق تقدما في ساحة المعركة.